بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا ومرحبا بكم في نشرة مرور صباح يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو لعام 2024. يوم الثلاثاء ورشة عمل رسمية للعاملين بأجهزة الدولة بكافة القطاعات الحكومية والخدمية، القطاع العام والقطاع الخاص، وأيضا امتحانات نهاية العام لطلاب الثانوية العامة بأنحاء الجمهورية مادة اللغة الأجنبية الثانية. لذلك استعدت الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع إدارات المرور بمحافظات القاهرة الكبرى بنشر خدمات مرورية مكثفة مدعمة بالأوناش والآليات والمساعدات الفنية لملاحظة حركة سير السيارات وعلى مدار اليوم الكامل، حيث شهد الشارع المصري منذ الصباح الباكر كثافات متحركة على معظم المحاور والميادين والطرق الرئيسية في ظل تواجد أمني مروري مكثف بهدف تسهيل وتسهيل الحركة المرورية خلال الساعات الظهر الصباحية، مع إعطاء الأولوية إلى الطرق الرئيسية المؤدية إلى مقر لجان امتحانات الثانوية العامة حتى يتمكن الطلاب من الوصول إلى مقر اللجان في الوقت المحدد وما قبل الوقت المحدد، حيث تم وضع حرم أمني حول مقر لجان امتحانات الثانوية العامة من خلال سدادات ضوئية وأقمعة لمنع الانتظار القاطئ والوقوف الممنوع والوقوف في نهار الطريق وإرشاد قيد السيارات إلى ساحات الانتظار البديلة، كما تم تعزيز الميادين الهامة والطرق الرئيسية وكذلك الكباري ومنزل الكباري المؤدي إلى مقر لجان امتحانات الثانوية العامة بخدمات مرورية مكثفة، وذلك بهدف تسهيل الحركة المرورية للوصول إلى تلك اللجان دون أي عوائق أو كثافات مرورية. ارتفاع شديد في درجات الحرارة كان له تأثير على حركة سير السيارات، حيث أدى إلى تباطؤ حركة سير السيارات نظرا لسخونة الأسفلت. لذلك بننصح السادة قيد السيارات التأكد من الصلاحية الفنية للسيارة قبل التحرك، وخاصة بالنسبة للسوائل وكذلك مستلزمات السيارة، وأيضا الإطارات تعمل بحالة جيدة وأن ضغط الهواء فيها مناسبا لسخونة الأسفلت. أيضا كافة مناطق الأعمال تم تعزيزها بخدمات مرورية مكثفة، علامات إرشادية، علامات تنظيمية، بالإضافة إلى كاميرات المراقبة بهدف تسهيل الحركة المرورية ومنع أي اختناقات أو كثافات مرورية أو لا قدر الله حوادث مرورية بمناطق الأعمال، وإرشاد قائد السيارات إلى الطرق والمحاور البديلة. كورنيش النيل يشهد حاليا كثافات متحركة عالية، لذلك تم تعزيز كورنيش النيل بخدمات منع انتظار لمنع انتظار الصف أول نهائيا، وكذلك مناطق وسط المدينة حيث تم تعزيزها أيضا بخدمات مرورية مكثفة لمنع انتظار الصف أول نهائيا. أيضا شارع رمسيس بيشهد حاليا كثافات مرورية عالية بالنسبة للقادم من مسطح أرضي غمرة اتجاه ميدان رمسيس اتجاه شارع الجلاء بهدف تسهيل وتسهيل الحركة المرورية، حيث الانتظار القاطئ وأيضا وقوف سيارات النقل العام والنقل الخاص في نهر الطريق بالميدان يساعد بشكل كبير على وجود تلك الكثافات دون مبرر. لذلك بننصح السادة قيد السيارات المتجهين إلى مناطق وسط المدينة وأيضا إلى محافظة الجيزة سلوك مطلع كوبري 6 أكتوبر من مناطق غمرة. شارع العروبة في الاتجاهين يشهد حاليا كثافات مرورية عالية، وخاصة القادم من ميدان العروبة اتجاه شارع صلاح السالم اتجاه قطاعات العروبة وحتى مطار القاهرة الدولي. لذلك يفضل استخدام شارع امتداد رمسيس بالنسبة للقادم من مناطق الدراسة عن طريق صلاح سالم، وكذلك منزل كوبري العباسية اتجاه ميدان العروبة يتجه إلى شارع امتداد رمسيس فيسارا اتجاه طريق النصر الذي يشهد سيولة مرورية حاليا. أيضا بعض المناطق بتشهد حاليا كثافات مرورية عالية أبرزها أعلى الطريق الدائري في الاتجاهين، وخاصة القادم من موريتانيا اتجاه الرماية وأيضا القادم من جنوب القاهرة اتجاه شرق القاهرة. أيضا كثافات مرورية عالية أعلى الطريق الدائري بالنسبة للقادم من نفق السلام وكوبري السلام اتجاه أعلى المؤسسة اتجاه المرج. بعض الكثافات المتحركة موجودة حاليا بمسطحات الأرضية وخاصة في مناطق شارع السواح ومنطقة السواح، وأيضا بالنسبة لشارع مصر السودان اتجاه القبة وأيضا منزل كوبري الجامعة اتجاه ميدان النهضة واتجاه شارع الجامعة، أيضا منزل صفة اللبن اتجاه شارع مراد واتجاه شارع الجامعة بيشهد أيضا كثافات مرورية عالية. لذلك تم تعزيز تلك المناطق بخدمات مرورية مكثفة لمنع انتظار الصف أول نهائيا وسحب تلك الكثافات. شارع السودان بيشهد أيضا كثافات مرورية عالية حاليا، وخاصة القادم من مناطق الوراء وإمبابة اتجاه تقاطع شارع السودان مع شارع جامعة الدول العربية بسبب الأعمال الإنشائية بنفس الموقع. أيضا ميدان الكتكات شارع النيل اتجاه مناطق الوراء وإمبابة
بيشهد أيضا كثافات مياه عالية، لذلك تم التعامل مع الانتظار الخاطئ بشرع النيل حتى لا يسبب أي تراكمات أو كثافات مضيئة. حملات مضيئة مستمرة على مدار اليوم الكامل بهدف تحقيق الانضباط المضي في الشارع المصري من خلال المتابعة الميدانية من خدمات ميدانية موجودة في الشارع المصري بالتنسيق مع غرف العمليات بهدف تسهيل وتسهيل الحركة المضية، وخاصة في ساعات الظهر الصباحية وساعات الظهر المسائية، مع تسهيل حركة سير الطلاب من خلال خدمات معينة تم تعزيزها من خلال تلك الدوريات الأمنية المضية والسيارات الناجدة، حتى يمكن للطلاب الوصول في الوقت المحدد وما قبل الوقت المحدد إلى لجان الامتحانات، مع تسهيل عودتهم أيضا أقل من تالي الامتحانات إلى مقر إقامتهم دون أي تجمعات أمام لجان الامتحانات حتى لا تؤثر على حركة سير السيارات بالطريق العام. المتابعة الميدانية مستمرة لكن بهدف تسهيل وتسهيل الحركة المضية، التزام قائد السيارة وفرض المشاة بالتعاون مع رجل المرور سوف يؤدي إلى نجاح تلك العملية.